لكان بدكن القرض مشان تاخذوا المطعم اللي عم شوفه. أكيد. شو خلصت الكشف؟ خلونا نقعد ونحكي. تفضل اقعد. نازلي خانم عم شوف انه ما عندك دخل معين. ايه ما انا من فترة تارك الشغل ورح نفتح هذا المطعم هلأ. القرض مشان يكون في مصروف. ما عندك شي عقار نازلي خانم؟ يعني ما عندك بيت او اي مكان انت بتملكيه بهاي الفترة؟ نوب. يعني انت ما عندك اي وارد؟ لا والله. يا خانم مبلغ القرض اللي انت بدك اياه مو قليل ابدا، لازم يكون عندك وارد. بس عفوا انا اخذت نفس القرض ويمكن اكثر. بس انت عندك بيت ومعهد لغه اجنبيه مسجل باسمك. عم شوف انه نحن رح نتشارك بهذا المطعم سوا ورح يشتغل طبعا، وبعد فتره منرد لكم القرض بشكل كتير مريح. بس اللي شايفه فاضي وما فيه حدا. انت ساحبه قرض صغير من 3 سنين تقريبا. ايه صح، انا بوقتها سحبته مشان سدد قسط الجامعه لنورمان، بس وفيناهن للبنك. بس القرض اللي اخذتيه صار في تاخير بمواعيد التسديد. صح، بس من زمان وفينا القرض كله وهلا انا ما في ديون علي ابدا. فهمت. وانت دفعتيهن اخر 3 شهور، بس الفكره انه قيمه القرض الاول منخفضه كثير عن الثاني، يعني في فرق بين 5000 و300000 ليره. ما توفقنا يا فتو، قولي لي شو بدي اعمل هلا؟ بس شوفك منحكي. انا برايي ما في داعي تسرعوا ترى ما يلتقى شي حل. ماشي انا رح احاول اني روح. قلت لكم هذا الحكي. انا من ناحيتي تفاجأت من يلي صار معنا، هالقصة ما كانت على البال ابدا، شو بدنا نساوي هلا؟ قولي لي نازلي، انتوا فكرتوا بكل اللي صار معكم؟ طيب شو قررتوا تعملوا؟ والله انا ما كنت متوقعة انه رح نوصل لهون، وإذا القرض مو موجود شو نساوي؟ يعني ما حاولت تلاقي شي حل؟ من زمان لو كان عندي غير هذا الحل كنت ساويته فورا وما استنيت لهذا اليوم أبدا. لحظة شوي محمد، اسمعني، إذا بتعطينا شوية وقت كمان بلكي منحل هالموضوع كله. إيه؟ ميمار، محمد بيك ما نوب وضع منيح هلأ، ما في حل غيره. نحنا تسرعنا شوي، ما توقعنا هيك، بترجاك لا تواخذنا. لا العفو منك، بس بصراحة أنا هلأ بحاجة مبلغ كبير مشان الاستثمارات. بهذا الوضع أنا مضطر قيم العروض الثانية. طبعاً هالشي من حقك. ماشي، إذا صار معكم أي شيء جديد حاكوني فوراً. ماشي ميمار؟ ماشي. يعطيكم العافية، بعرف انه مشغولين بس قلت بمر بسلم عليكم. شو عزيز مو هون؟ رح شوف. والله انا ما لقيته، معناته ما له هون. شو مهضومة انتي؟ من الصبح بتكوني هيك؟ ها؟ بتعرفي استغربت شوي لانه انا دائما متعود شوفك وانتي معصبة. ايه مزبوط حكيك، كتير طبيعي تشوفوا حالاتي كلها وقت تضلوا رايحين جايين لهون. انت ومرتك مداومين ما شاء الله، شو قصتكم؟ شو بدها تكون؟ عزيز مو على بعضه، هو لازمه دعم، يعني لازم نوقف جنبه وندعمه ليطلع من أزمته. أنت بتعرف منيح إنه عزيز مو بحاجة حدا، يعني شلون توقعت إنه هو بحاجتك؟ وبما إنه عزيز على قولتك مو بحاجة حدا، ليش حضرتك لساعتك واقفة جنبه؟ يعني ما في داعي لوجودك، ولا لتكوني ما بتقدري تبعدي عنه عليا. بس رح أنصحك نصيحة، شوفي حياتك. أنت بتشبهني، بما أنه كمان ديما مو بحاجة وجودك معها، حتى أنا مواصلة للمرحلة تبعكم. حلوة هالمقارنة بس مو ظابطة، وعلى فكرة عزيز معه حق ما يحبك، ما تفهميني غلط، بس أنت حدا بيعوف الواحد حاله. يلا عن إذنك. إيه بس في شي واحد كمان، أنه عزيز كتير متأكد قديش أنا بحبه. وبصراحة أنا بزعل عليك لأنك بتعرف إنه ديما لساتها بتحبه لفريد وما عندك مشكلة بالموضوع.
بتعرفي انه هيك انت عم تعصبيني؟ ايه طبعا بعرف هذا الشيء. بالحقيقه اثنيناتنا لصالحنا انه نازلي ما تهرب من فريد، وما بعرف ليش عم تهرب. قلتلي نازلي عم تهرب منه؟ بس ما بعرف شو السبب. نازلي حبيبة قلبي يا روحي لا تزعلي، هاي ليكني جنبك هون. بكل الأحوال فتون، أنا بعترف هلأ أنه كتير تسرعت. لا يا روحي ما بدي تحكي هيك، لا تفقدي الأمل من أول مرة. شو بعدين ما في غيرهم يعني؟ لا تيأسي، أنت هلأ أصبري وشوفي شلون إلا ما يتحقق حلمك، وكمان أنا واثقة. الموضوع ما أنه بسيط هالبساطة فتون. لا روقي بقى، مو قادرة أشوفك مقهورة لأنه أحلامك ما بتكمل إذا ما سعيتي ورا كل تفصيل فيها. وأقل شي كوني قوية، يعني والله مو حلوة تنهاري وتستسلمي للزعل هيك من أولها. فتون أنا قوية على طول، بس هلأ أنا عم خطط لقصة أو حل بديل، وإذا اللي صار خيب أملي رح أرجع أبني، ونحن بعمر الشباب وطريقنا لسه طويل. إيه هو هيك، نحن موهوبين وصبورين كمان. ايه صحيح، واللي بده يكون صبور رح يكون موهوب طبعا. والله ما بعرف اخر هالطريق لوين رح يودينا. انا بقول على الفرج، يعني اكيد هذا الوضع الصعب ما رح يضل هو نفسه على طول، رح نغيره. ليش هالناس بيحبطونا هيك لك فتون؟ بس ما رح نخليهم يوصلوا للي بدهم اياه. رح نقاوم اكثر ورح نحقق احلامنا، ورح يكون في غيره، وما رح نستسلم. طبعاً ما رح نستسلم نازلي، أكيد رح تتحقق حبيبتي. البنك بده يعطيني القرض. نعم إقبال خانم. نازلي خانم مرحبا، لو بتمري على الشركة إذا بتريدي منشان نفسخ عقد الشغل هون. رح أمرق لعندكن أكيد طبعاً. إمتى ما حبيت تمري أهلا وسهلا، لأنه كل الإجراءات جاهزين. صراحة اليوم أنا ما عندي شيء، حتى أني قريبة هلأ، رح أمرق فورا لعندك. هو هيك تمام، معناته نحن بالانتظار. شكرا كتير، سلام. شكرا لألك. إقبال عم تحاكيني مشان فسخ العقد معهم. حلو كتير، هذا سؤال حلو بعشر نقاط. برأيك نازلي بجوز تكون عم تهرب، بس شو السبب؟ معقولة هي بتحب؟ هي ما بتحبه العزيز، نازلي بتحب فريد وبس. وليش هيك واثقة منها؟ أنا بشوف المشاكل من برا مثل ما بتعمل أنت، ومشاعرهم واضحة من تصرفاتهم. أنا عم شوف كل شيء، واللي مستغربته أنه نازلي ليش ما عم تعترف بحبها. شو هو الشيء اللي مخوفها من فريد؟ عم أقول معقولة نازلي يكون عندها سر ومخبي هذا الشيء وما بدها يعرف فريد فيه. شو ممكن تكون مخبية عن فريد؟ البشر يا عليا ما بتحزري لهم أبداً، مخلوقات غريبة ما منقدر نعرف شو في جواتهم. شو هالابتسامة وشو في وراها؟ قلي شو تذكرت؟ ولا شي، أنا رح روح وأدركك مع أفكارك، يعني رح أهرب. سلميلي على عزيز لو سمحتي. أنا وقعت، بدك شي تاني مني؟ نوب، فينا نقول ألف مبروك، موفقة بشغلك وحياتك نازلي، بالتوفيق. بتشكرك إقبال خانو، تسمحي لي وصلها؟ ما نحل موضوع القرض مو هيك؟ ما شفتيني هون لو نحل أصلاً، مو هاممني ولا شي. ما عندي أهل على موعدنا اليوم. طبعاً أكيد نازلي خانو. سيدنا كتاني مبسوطة كتير إني شفتك. وأنا كمان. شو رح تجي مشان اجتماع اليوم؟ لا أنا لا نازلي خانم ما عاد تشتغل هون. طيب
ليش؟ صراحة خانم عندها هدف معين وبدها تحققه ورح تفتح مطعم بهالفترة هي. عنجد برافو عليكي، بتمنى لك توفيق. شكرا كثير لك، هذا من ذوقك. بس أنا اليوم ما رح أتركك تروحي أبدا، لأنه زوجتي رح تحضر الاجتماع وتريد أن تشوفك. أنا ما بعتقد أنه نازلي خانم فيها تكون بالاجتماع اليوم، لأنه مشغولة شوي بالمطعم اللي رح تفتحه. بس زوجتي رح تسأل. مع الأسف هي مشغولة، مو هيك نازلي؟ أحيانا بيكون في شي ضروري فريد بيك. سيد نكتاني رح كون معكم اليوم، وطبعا رح كون مبسوطة وحابة أشوفها لزوجتك كتير. شكرا لك، رح ننبسط كتير. أهلا وسهلا، سوف نشم الهواء وسوف نجتمع سوا. نشم الهواء ليش لا؟ الاجتماع بسبانجا نازلي، يعني اليوم رح نروح وبكرة رح نرجع. رح تناموا هنيك كمان؟ ايه. شو غيرتي رأيك؟ كأنه سهل عليكي. كل شيء له وقت فريد بيك، بغير جو بشم هوا نظيف، هذا هو الوقت المناسب. أكيد يا شباب عم تتساءلوا. تفضل. سلم إيديك. أنا ليش جبتكن هلأ لهون وبنص اليوم وما في حفلة ولا شيء من هاد؟ نحن أجينا فورا، خير شو القصة؟ طيب أنا عملت غنية وبدي إياكن تساعدوني فيها. وأنا عم أقول عزيز بيك شو بده مننا؟ ما خبرتكم من الأول لأنه أموري ما وضحت لهذا اليوم. اسمعوني، أنا برأيي بسرعة خلونا نبلش، لازم نخلص الغنية بأسرع وقت ممكن، وبس تكون صارت جاهزة وقتها منعزفها بشي مكان. شو رأيكم؟ الكلمات حلوة. ايه عزيز بيك عامل غنية، معقول ما نساعده؟ ما بتقصروا شباب، خلونا نبلش. يلا يا شباب، شغلنا طويل وما معنا وقت، خلونا نستعجل شوي. سكروا موبايلاتكم. ايوه، وليش لحتى نسكرهم؟ لنركز بشغلنا. والله يا نازلي أنا ما عم أقدر أفهم عليكي. أول شي استقلتي وهلأ رايحة على الاجتماع. لا وكلهم ورا بعضهم، وكمان بتشق أوراق عقد المطعم. شو عم بيصير معك هلأ؟ ما عم بعرف. لك فتون، أنتي مو شايفة أنه أنا مو رايقة أبدا؟ يعني نازلي أنا مو قادرة أفهم شو هو سبب هاي الرحلة المفاجئة. أنتي مو لازم تروحي، بس أنتي رايحة. فتون أنا كم مرة بدي أقلك أنه هاي مو رحلة بنوب، أنا مجبورة أنه روح. بعدين السيد نكتاني خجلني. وفريد بيك ما دخلوا أبدا؟ بلا دخلوا، أنا جاكرته. سيد نكتاني وجه لي سؤال إلي بنطه بجاوب بطريقته، وعلى تركة الشغل وما فيها تروح، وهو اللي استفزني. فقلت له لسيد نكتاني رايحة معكم. فريد بيك بيعرف شو صار معك بالمطعم؟ لا بنوب، وما رح قله حتى، لأنه إذا عرف بهذا الشيء وقتها رح ينبسط كتير ورح يضحك من قلبه كمان. وليش لا ينبسط من هالقصة؟ الزلمة عم يساعدك، بس أنت مو طايقتي أبدا. اسمعيني منيح فتون، أنا أبداً مو طالبة شي منه، أنا بس بدي أكون بعيدة عنه. علاقتك أنت وفريد مثل علاقتي بشوكولا نازلة، بدك تبعدي عنه وما فيك تكملي حياتك بدونه. طلب مني إنه أكون جاهزة، على الأغلب هاد هو. موافقة. يلا تعالي فتون. ليكني إجيت. مرحبا يا خانو، اتفضلي مشان وصلك. فريد بيك مانو معك؟ لا مو معي، فريد بيك سبقك يا خانم وقال لي اجي لهون مشان وصلك. تمام، انا شوي ونازله. معقولة فتون ما تنازل يجي وبعث لي شوفيره ليوصلني؟ والاحسن تقولي الحمد لله ما بعث لي تذكره بالباص. بساويها والله. رؤيا عم امزح معك. لا بلا مزحك نورمان، بامانتك انا رح روح. تمام، بس اي تطورات بتصير معك بتخبريني فيها فورا. ماشي، بس خلي موبايلك مفتوح مشان خبرك باللي بيصير. ليش انتي شو متوقع يصير يعني؟ ليكي نازلي، انتي وفريد بالاخر رح تضلوا بالفندق ليلة، وانا لازم اعرف بكل التطورات. فتون يلا تمام تأخرتي، روحي. صباح الخير، انا ديما اوندر. فريد بيك بالشركة؟ فريد بيك عنده اجتماع مع السيد نكتاني. والاجتماع وين؟ بسبانجا. راحوا كفريق صغير سوا، وبعدين انضمت لإلهم الست نازلي لترافق مدام السيد نكتاني. نازلي معهم؟ ايه. نازلي شو راح تعمل مع السيد فريد؟ هي بتعرف مدام السيد نكتاني من قبل. طيب فهمت القصة. فريد علناً عم يطبق البنت اللي بيحبها أخي عزيز، كتير مضايقتني هاي القصة، ما عم بستوعب شو عم يعمل. أنا لازم خبر أخي عزيز بهاي القصة بأسرع وقت ممكن. ما حذرتي لأني ما رح خليكي. تعرفي ليش؟
أنا صحيح بدي عزيز يكون مبسوط بحياته وإنه يكون عزيز ونظلي لبعض وفريد اللي يتعذب، بس أنا براسي شوية خطط وبدها تطبيق. حبيبي راكان، عزيز بيكون أخي ومن واجبي إنه يكون بصفه على طول، وأنا شايفة إنه من حقه يعرف. يا روحي، نازلي وفريد قريباً رح يكونوا سوا. إيه طبعاً، وإذا صار هذا الشيء عزيز رح يتألم. عزيز لما يحس هيك رح يغضب من فريد ورح يوقف معنا إيد بإيد ضده لفريد، فهمتي؟ بعدين فريد ونازلي كتير بيلبقوا لبعض، فريد لازم يوقع أكيد بغرامة ولازم يحبها، عيون فريد لازم ما تشوف غير حبها، لا شركة ولا شغل ولا يشي. هانا تاكتيك روكو هونتونيو كاكتاواش توري تورتاناش تيكو كارناي مونو أريغاتو دو إتش ماشتي. آه باينة كتاني. اهلا وسهلا نازلي، شو الاخبار؟ كيفك؟ مليحون جدا، انت كيفك هلا؟ تمام. شو خلص اجتماعكم؟ اول اجتماع خلص، بس في بكره بعد ظهر اجتماع تاني. طيب فريد بيك مو مبين وينه؟ فريد بيك بيكون بهاللحظه بصاله بلياردو. انا وزوجتي سنذهب على حمام تركي. هون بالاوتيل ما دهو كتير فيه. انت شو رأيك تعملي؟ انا على بالي شوف الاوتيل بعد ما حكيتوا عنه هلا. بالتوفيق. بتمنى لكم يوم ظريف. شكرا، وانت كمان. سلامات. يا ترى أنت تعلمت البلياردو مثل شغل البار وقت اللي كنت عم تدرس بالجامعة؟ لا، تعلمتها بالثانوي بمحل بين الشوارع بأوغلو. فهمت، كنت تهرب من المدرسة مشان تلعب بلياردو. غريب كتير، بس بتعرف أنا تخيلتك أنك من النوع المواظب والمجتهد واللي بيعدوا بأول مقعد. كنت روح ألعب بس تخلص المدرسة. إيه ممكن. شو كنتي تعملي وقتها؟ عشت بمكان صغير وما كنت من قهوة لقهوة مثل البنات. أكتر شي كنت أقعد بحديقة الشاي وكنت هادية كتير. ما عم بفهم، وحدة عاشت حياتك هي ما بتوقع غير تكون هادية، هالعصبية من وين؟ العصبية إلى أسبابها، لأنه ظروف الحياة هون باسطنبول بعض الناس كمان، وخصوصاً بمجال الشغل أحياناً بتصدف مدراء بيجبروك إنك تكون عصبي معهم. مو غلط أبداً، حياة الشغل مو سهلة بنوم، وخاصة مع موظفين بيطلعوا الواحد عن طوره. طابة الصفرة بالزاوية. أنا بقول ما رح تزبط معك. تراهني وعشرت؟ شو مثلا؟ إذا دخلت بدي أطلب منك طلب واحد. مثل شو؟ هلا ما في شيء معين. اسمع لقلك شغله، يعني بجوز بهالقصه ما يكون في لا منطق ولا معنى، يعني مثل الشغلات اللي احيانا بتعملهم. موافقه؟ لنشوف. اتفقنا. لحظه، طيب شو رح يصير وقت اللي تربح؟ الظاهر انك رحت كتير عن نادي وقت اللي كنت بأوغلو. جاي عبالك تجربي؟ لا مو حابة اجرب. توقعت انه ما بدك. انا بقول ما فيك تفوتي هالطابة. مو لهي الدرجة. ايه طيب، وانا كمان بدي اطلب منك طلب. Thank you.
تمام، ممكن ساعدك؟ هاتي، حط إيدك اليمين وراء العصاية وحاولي تكون إيدك على الطاولة قدام وانحني شوي. البلياردو إلى قواعد معقدة. هدول الثلاثة على الطاولة ودوري هدول مشان تقدري تمرري العصاية. ارخي العصاية مشان تقدر تتحرك. اضربي وقت بدك. خلص اتركني بدي نفذ خطتي. هذا هو حظ المبتدئين. مو مهم ابدا، انا هلا فيني اطلب شو ما بدي منك. وانا كمان. صحيح، شو هو طلبك؟ هذا الموضوع بده الواحد يفكر شوي. معلوم الفرصة ما بتتكرر مرتين. صديقي يا ريت تخفف لي ضربتك على الوتر شوي. أنا متعود أكل كل كم ساعة. إيه بس مو بعد كل هالأكل يلي أكلته هلأ. خلص يلي بين إيديك وبعدين أنا عازمك على الحلويات. حلويات؟ إيه؟ يلا شباب. واحدة من الغرف احتياط، فهمت علي؟ لا تقول ما صار شيء من اللي أبداً. لو سمحتي اسكتي شوي. ألو، في شيء صار معي بس مو اللي عم تفكري فيه. مرحبا فيكي. لو سمحت أعطيني بطاقة غرفتي فورا. شو اسم حضرتك؟ نظمية بونار. نظمية بونار؟ ايه، ما طلعت على غرفتي لهلأ، شوي وبطلع. قولي شو بدك فتون خلصيني. حضرتك مع فريد بيك؟ ايه صح. لك فتون طولي بالك شوي بس لحتى أطلع. تفضلي، هي البطاقة. شكرا لك. العفو منك. فتون، برجع بحكي معك بعد شوي. وأخيرا لقيتها. يا سلام، يا الله ما أحلاها. هذا استأجر لي بيت عن جد. أنا ما عاد لازم أظلمه بعد كل هذا الشي. لك أحلى غرفة بالأوتيل كله. هو كتير حساس كمان، يعني شاف إني زعلت منه قال لي راضيني على طريقته. يا الله شو كل هاد، حتى إنه ما نسي وراء الورد الجوري. أوه شو هالروايح. ايه حبيبتي معك. طلعت الغرفة بتجنن. لك حلوة حلوة فوق ما تقولي. بعمري ما تدللت هيك. وبحيرة سبانجا بتطل من هون وفي جبال وراها. ايه هي هي هديتها مشان أرضها. ايه عم يطلب السماح. لا ما شفته. لحظة خليكي معي. ايه رح شوفه. استني استني بس ثانية. شو هاد فتون؟ فتون دقيقة، عم شوف بانيو وحمام عثماني كمان ورود وشموع وهيك شغلات. بكفي بقى، خليني قلك باي بلا ما سكر بوشك. بدي استمتع بحمام مو عادي هلأ، ما رح قاوم اللي عم شوفه. يا الله. أهلين سعيد. مرحبا. تأخرت عليك ما؟ لأنه نورمان المئزية سرقت لي حلقي وإلي ساعة عم دور عليه. خمس دقايق وبجهز. مو مشكلة، بستنى أنا. تمام، أنت فيك تفوت لجوا، تفضل. شكرا. أهلا وسهلا. ما رح أتأخر عليك بنوب. تمام تمام. فتون، أنا على فكرة كتير جوعان وعم أقول لحالي بلكي باكل شي من البراد. ولو على حسابك، البيت بيتك. طيب
شو جوعان. شايفة لقيت شي يناسبك؟ فتون فيكي تروحي تجهزي حالك، أنا هون كتير مبسوط عن جد كتير. شاهدني آكل يبرق. الله. نازلي عملت هدول؟ لا أنا عملتهم. عملتي يبرق؟ إيه طبعاً. يعني مو مبين علي إني بطبخ ما، بس يكون بعلمك سعيد. بلف يبرق من عمر 4 سنين، فشو ما بعرف. شفت بالبراد صحون غير هدول. قليلي شو فيهم؟ لحظة واحدة ورح أقول لك. هدول كفتة وكمان في مقالي. دوقه. وهدول مين عملهم؟ أنت دوق بالأول. ماشي. كتير طيبين. أنا طبختهم. ما أطيبهم. فتون شو رأيك إنه ما نروح على المطعم وناكل هدول الأكلات بالبيت؟ مو مشكلة، وأنا موافقة كمان. موافقة؟ إيه طبعاً. إيه تمام، خلينا نقعد لك. طيب يلا فوراً، أنت خود الشوك. حاضر. وأنا رح أجيب الصحون. خلص. لا 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 اطلع من هون احسن ما لم عليك كل الناس اللي بالاوتيل. نازلي رح اطلع فورا، بس ما في داعي انك تصرخي. شو لساتك واقف عندك؟ اطلع احسن ما عيط بصوت اعلى. طيب ما في داعي لهالخوف كله. ايه لشو الخوف؟ يلا تعال نشرب شاي سوا. بعدين انا ما فهمت ابدا، انت شو اللي جابك لهون من الاول؟ يعني كسرت الباب وفتت لعندي؟ يا غزل العين، شو هالقوه اللي عندك هي؟ نازلي انا ما كسرت الباب ولا شيء، فتت ببطاقتي عم لك. ما دخلني فريد بيك لو سمحت، هي مشكلتك. يا ريت توضح هالشي للريسبشن، ما كان ضروري تفوت لعندي وانا عم حاول استرخي. انت وترتني هلا. اطلع يلا اطلع. بس نازلي هي بتكون غرفتي بالاصل. مفهوم، هو اساسا الاوتيل كله لعلك. ما شاء الله دائما اخذ كل المطارح. اطلع لو سمحت. نازلي بهالحاله الحق مو على حدا، يا انا مثلا اخذت بطاقه غلط يا انت اخذتي بطاقه غلط، مو مهم يعني سوء تفاهم. لحظه بس، وهالورود والشموع هدول لك وحدك؟ ايه. ممكن تروح وتتركني استمتع شوي؟ اكيد طبعا رح روح، بس لما تخلصي حمام خبريني. ايه شو هالحظات، ورود وشموع وغرفة حلوة، بس كل هاد الشي مانو لألي. شو هالأناقة اليوم؟ شكرا، هيك حالتي بالبيت. مع اني مو مخبرتك، بس بالنهاية أنا مو من العائلة الملكية الإنجليزية، فدائماً على العشاء منكون لابسين تياب العرس. وإذا ما التزمنا البابا ريتشارد الثاني بيضربنا بالمدافع. وأنا بدوري رح خلي هذا العشاء يكون رومانسي لحتى يناسبك.
سعيد؟ وهالشموع رح يضيفوا رومانسية بتجنن. عن جد فكرة كتير حلوة وبتاخد العقل، عشانها رومانسي وحلو اليوم. مو نحن بقصرك اليوم؟ أهلا وسهلا، الجو رح يصير رومانسي بهالخطوة، بس ثانية. حبيت كتير؟ حبيته مو هيك؟ تفضلي يا ملكتي. شكرا كتير إلك. فتون، على فكرة أنت عندك سحر خاص، دمك خفيف وكتير حلوة وأكلاتك بيطيروا العقل ما في مثلهم، شلون بيجتمعوا سوا ها؟ شكرا على هذا المدح كله. بس أنا ما حكيت مشان أمدحك، عن جد أنا مو دايق أطيب من هالأكل. سعيد بدي أعترف لك بشي أنا عملته. قولي يا ملكة. مو أنا الملكة اللي لفيت اليبرة، واللي لفتهم هي نازلي، حتى قالت لي تعالي ساعديني وأنا ما رضيت ساعدها وما لفيت ولا وحدة منهم. تسلم روحك ملكتنا. شكرا إلك. أنا طبخت شوربة عدس هداك الأسبوع، وكل اللي هون بالقلعة أكلوا وحبوها. طبعا حتى أميرة أنطاكيا أكلت صحنين منها مع أنه ذوقها صعب بالأكل. عفوا، نسيته لطارق تحت. طارق؟ إجا طارق معي لهون، وقلت له ما رح طول عليك، فبعد هذا الوقت من حقه يبعت مسج مشان يتطمن. وكل هالساعات ناطر وما فتح تمه؟ اللي ساويناه مو حلو، رح جهز له صحن ونزل له اياه. مو شايف مثلي انه هالمحل حلو كتير وهادي؟ فريد بيك انت مو هون، قلي بشو عم تفكر؟ أنا ما عم يروح هداك الموقف من بالي، وخصوصي وقت فتت وانتي قاعدة بقلب الرغوة بالبانيو. وطبعاً أنت رح تضل تضحك للصبح على هالموقف. يعني وين المشكلة إذا ضحكت؟ شو رأيك فريد بيك إنه نغير الحديث؟ مو دايماً بتعملي هيك، يعني هذا هو أسلوبك، وقت تفقدي السيطرة بشي قصة تنسي كل الموضوع من أصله، مو هيك؟ ومن موضوع لغير موضوع. طيب شو رأيك تروح تنفذ طلبي؟ ومنرجع، فكرتي شو بدك؟ طبعاً. بس انتبهي أنا ما بساوي شو ما كان، تمام؟ بس أنا طلبي بسيط كتير وما رح يزعجك بشي، حتى ما نو صعب على فكرة وأنت أخذ فيه دروس كمان. لحظة، حابب أعرف رح نروح من هون ولا من هون؟ نازلي، صار لي زمان كتير ومالي متذكر شي بنو. فريد بيك لا تنسى أنت وعدتني ما رح توفي بوعدك. أنا بس بدي إياك تعزف لي على البيانو، ما بدك كل هالتقل، بدي كسر الحاجز اللي بيناتنا. رح أعزف مع أنه أنا ما برتاح وقت يكون في ناس، يعني أنا مو حابب أزعجهم، وكمان ما بدي أنه أنفضح قدامهم. فريد بيك بهالموضوع لا تناقشني أبدا، لو سمحت تفضل عزيف على البيانو ونفذ لي طلبي هلأ، ولحتى تعزف حلو فكر بالسيد روزيتي شوي. تفضل اقعد. يلا. طيب ماشي. يلا الفنان اللي نايم جواتك فيقه. يلا.
صاحبها. لسه في شوي. كنت مسحتها أنا، شكراً لك. قلتلك إنك فنان؟ طارق أمانة ما تواخذنا لأنه نطرناك. ولا يهمك. ما قلت اللي عجبك الأكل؟ طيب كتير، بيسلموا إيديكي. هذا طبخة؟ لا والله، الملكة نازلة طبخته. عفواً طارق، بعتذر، بلشت خربط هلأ لأنه كنا فوق عم نحكي عن هاي المواضيع، لهيك علقت براسي. يعني تفرجتوا على فيلم؟ لا مو هيك الموضوع، بس بالأول حكينا شوي وقضيناها مزح. انسجمتوا أنت وسعيد، مزبوط هالشي؟ انسجام؟ ما فينا نقول هيك، يعني ما بظن أنه بهالوقت القصير قدرت أعرف مين هو. طارق شو بك، كفي صحنك. ايه عن جد عفوا، شردت شوي. انا رح خلص صحني، اصلا رح روح هلا، ما في داعي اني ضل هون بنوب. هيك بده سعيد بك. وليش قال هيك؟ ما بعرف. بجوز يسهر عندك حتى يمكن يضل كمان. مو لهالدرجه، شو هالسرعه كلها؟ مستحيل هذا الشيء. لو كان السيد روزيتي هون كان افتخر فيك. ايه بس عزفي ما كان كتير تمام لانه في عندي اغلاط. ليك فريد بيك، هالكم غلطة ابدا مانو مهمين، يلي بيسمعوا موسيقى ما بتهمون هالقصة. انك تعزف باحساس اهم بكتير من انك تعزف بشكل مثالي. انا بلحق المثالي وين ما بروح. انا بشوف انه المثالية مانا موجودة بنوب بهي الحياة، كل شي لازم يكون فيه النقيضين الايجابي والسلبي، يعني لازم يكون في نقص. برأيي النقص بيكون أوقات هو الشيء المثالي والكامل. غريب بس ممكن يكون صح. وهو شيء أكيد. مثلاً هلأ أنا شو مشتهي إني أكل أومليت. أومليت وبهالوقت هاد. رح نطلب قبل ما يسكروا المطعم لكان. بس هلأ عندي فكرة أحلى. نازلي أنتي رح تعملي الأومليت. فريد بيك، أنا قدمت استقالتي وأنت شقيت العقد، يعني أنا ماني مضطرة أطبخ لك بنوب. وفيت بوعدي وعزفت على البيانو مشانك، شايف أنت ما رح توفي بوعدك لو سمحتي. بس ما رح يفوتونا على المطبخ. بالعكس، لأنه صاحب الأوتيل رفيق كتير وما بيرفض، وكمان أنت مانك وحدة عادية. ولآخر مرة اتفقنا لكان، والشرط بيتنفذ بيوم. فتون شلون بدك حط هدول قليلي؟ تركن أنا بساويهم. ماشي، لو سمحت رجع الصحن هاد؟ طيب تمام، يسلموا إيديك. شو رأيك نشوف لنا شي فيلم؟ شي حلو، بس هلأ تأخر الوقت وصار لازم تروح عبيتك. لازم روح مو هيك؟ طبعا، لأنه ما فيك تضل عندي صح؟ لا بنوب، أنا ما عم فكر بهالقصة أبدا. يمكن شي يوم فينا نحضر فيلم أنا وأنت، شو رأيك؟ ممكن، وبتعملي لي شوربة عدس كمان. أنت رومانسي كتير يا لورد. طبعاً يا ملكتي كتير رومانسي. المكياج والفستان ما بعرف شو عملوا، مو قادرة أتحكم بالكنترول تبعي. مرحبا. أهلا وسهلا. سعيد بيك؟ وين كنتي؟ ومن وين جاي بهالوقت؟ كنت عند همسة، بس انتو شو كنتوا عم تعملوا بهذا الوقت؟ اتأخر الوقت، اسمحوا لي روح. شو رأيك تشرب قهوة سعيد؟ يسلموا، منشربها بوقت تاني.
نورمان نحن مو حابين نزعجك، غرفتك من هون. تصبحي على خير نورمان. تلاقي الخير. يلا تصبحي على خير نورمان. شكرا على كل شيء، كانت ليلة كتير حلوة. وبالنسبة لإلي كانت هيك كمان. تصبحي على خير. وأنت بخير.